عم قاتل بالخط الامامي، لما استشهد خيي يودوني للخط الخلفي، انا بدي ابقى بالخط الامامي. هؤلاء شبابنا، هؤلاء مقاتلون، هؤلاء مجاهدو هذه المقاومة، هؤلاء أبناؤكم، وبهؤلاء نقاتل وبهؤلاء ننتصر. كان مؤمن بهذه المعركة، معركة طوفان الأقصى التي دخلت الآن نحن في قلب الشهر العاشر. نحكي شوي عن طوفان الأقصى، عن الشق الفلسطيني، وبحكي شوي عن الشق اللبناني، وأختم بكلمة أخيرة. نحن التزامنا بمعركة طوفان الأقصى منذ اليوم الأول كان التزاما حاسما ونهائيا، بالشكل وبالمضمون. بالشكل، عادة واحد لما بيعملوا عمليات خصوصا العسكر وبيعطوا اسم للعملية تبعهم أو للمعركة اللي بيخوضوها، لكن نحن التزمنا اسم طوفان الأقصى الذي أطلقته حماس، واعتبرنا أننا هنا جزء، أننا جزء من معركة طوفان الأقصى، فليس لجبهتنا اللبنانية، لمعركتنا في الجبهة اللبنانية اسم خاص للتأكيد على وحدة المعركة. نعم، نضيف لعنوان معركة طوفان الأقصى عنوان جبهة الإسناد اللبنانية، وشهداؤنا اخترنا لهم اسم شهداء على طريق القدس، شهداء في جبهة الإسناد اللبنانية في معركة طوفان الأقصى. هذا من حيث الشكل، وليس في نيتنا أن نطلق على معركتنا التي طالت، يعني الآن نحن نقاتل في الشهر العاشر في جبهة جنوب لبنان، لا ننوي أن نطلق عليها عنوانا آخر، لنبقى جزءا من طوفان الأقصى المباركة. بالمضمون، دخلنا هذه المعركة وحددنا لها أهداف، وهذه الأهداف نعم هي نوى تحققها يوما بعد يوم، ونوى إنجازاتها يوما بعد يوم، والأهم أن العدو يعترف بتحقق هذه الإنجازات ويطلق على بعض هذه الإنجازات بأنها إنجازات استراتيجية. وأنا يهمني في كل هذه المعركة كما أنتم ما يشعر به العدو وما يقر به العدو وما يعيشه العدو، لأن معركتنا معه. نحن منذ البداية أردنا لهذه الجبهة، جبهة الإسناد اللبنانية، كما هو حال بقية جبهات الإسناد تحمل نفس الأهداف، استنزاف جيش العدو وقدرات العدو بشريا، استنزاف العدو عموما بشريا، ماديا، اقتصاديا، معنويا، نفسيا، وهذا ما تحقق حتى الآن. وبالتالي من خلال هذا الاستنزاف والضغط المتواصل نستطيع أن نشغل جزءا كبيرا من قوات وقدرات العدو عن التفوق لغزة وحسم المعركة في غزة، ونستطيع أن نضغط على العدو وجيش العدو ومجتمع العدو ليفهم أن وقف إطلاق النار في الشمال مرتبط بوقف إطلاق النار في غزة، فإذا أردت للشمال أن يهدأ فعليك أن توقف العدوان على غزة. هاي الفكرة، طبعا هاي الفكرة اليوم نحكي بثمار دماء الشهداء ومنهم الشهيد القائد أبو نعمة وتضحياته وتعبه هو وكل الإخوة، هذا اليوم نراه واقع واضح أمامنا بالعنوانين، واضح. بالعنوان الأول، هناك اليوم أصوات كثيرة في العالم خارج الكيان وداخل الكيان، أما خارج الكيان الكل أدرك، الأمريكان، الفرنسيين، الألمان، هو اللي عم يجوا لعنا على الدولة اللبنانية أو لعنا، أو الجهات الدولية كلها صار عندها واضح، إذا أردتم أن يقف إطلاق النار في شمال فلسطين المحتلة يجب أن توقفوا النار في غزة. ولذلك هن صاروا عم يحكوا مع الإسرائيلي للاستدلال على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، أن هذا يؤدي إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أيضا في داخل الكيان اللي عم بيتابع، طبعا ما عم بيتابع ما له خصة،
اللي عم بتابع نقاشات وتصريحات وبيانات الإسرائيليين القادة المسؤولين في الحكومة في الكنيسة في الجيش السابقين الحاليين، هذا صار موجود بقوة، أنه يجب أن نصل إلى اتفاق في غزة لأنه السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار في الشمال. إذن هذا شكل العامل الضاغط القوي والحقيقي والمؤثر. وأيضا في استنزاف قدرات العدو، كنت أشرت لهذا لاحقا، لكن تصوروا أن حاجة جيش العدو للعديد اللي عنا نحن على جبهتنا في أكثر من 100,000 ضابط وجندي، ما زالوا نحن حابسينهم من 9 أشهر 10 أشهر وحنضل حابسينهم. ومثل ما ذكرت بالخطاب الأخير أسبوع الحاج أبو طالب، هني صح بعدهم موجودين، قللوا بالموائع، انتشروا، هني مجبرين ينتشروا من البحر لجبل الشيخ لأنهم خائفون ومرعوبون، ليس فقط من احتمال الدخول إلى الجليل، حتى بسبب احتمال تسلل مجموعات صغيرة بين الحين والآخر باتجاه فلسطين محتلة، وذلك ولا يستطيع أن يخلي. وما كان يعوضه أو يملأه من مساحات جغرافية من خلال الكاميرات والرادارات والأجهزة الرصد الإلكتروني، هذا نتيجة أنه دمر، صار مضطر أن يعوضه من خلال الحضور المباشر للضباط والجنود، مما يزيده استنزافا في الليل وفي النهار. طيب، هذا ألجأ العدو إلى مشكلة حقيقية، وكل يوم بيصرخوا أنه عنده نقص عديد. شوفوا نقص العديد اليوم يعمق المأزق داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني موضوع مش بس أنه هذا أثر على الإشغال في غزة أو على الحسم في غزة، هذا يعمق المآزق في المجتمع الإسرائيلي. طيب، في شيء بالمجتمع الإسرائيلي، هناك فئة اسمها الحريديم، بتكونوا تابعتوا بالآلة، وهؤلاء متفرغون كما يقولون للمدارس الدينية وقراءة التوراة، ولا يشاركون، لا يدخلون في جيش العدو، وبياخذوا معاشات وبياخذوا تسهيلات مادية ومشاكل. 75 سنة هؤلاء لا يشاركون في الجيش، والحكومات المتعاقبة تتجنب المشكل مع الحريديم لأنهم فئة كبيرة جدا في المجتمع الإسرائيلي. لكن هلأ نتيجة الحاجة إلى العديد هو مضطر يعمل مشكل مع الحريديم، ويطلع زعيم الحريديم الروحي ويهدد: إذا أجبرتمونا على الدخول إلى الجيش نحن جميعا سنغادر بشكل جماعي هذا الكيان. شوفوا، هذا مش بس موضوع عسكري، أنه الاستنزاف في غزة والاستنزاف في الحدود الشمالية لهذه الأعداد الكبيرة من الجنود والضباط عم تؤدي إلى مأزق اجتماعي في كيان العدو، أنه هناك فئة مشكلة من مئات الآلاف في الحد الأدنى، والآن يهددون أننا سنغادر إذا ألزمتمونا بالتجنيد الإجباري في الجيش. اثنين، طيب، وحدة من معاناة أي مجتمع لما بيكون تجنيد الإجباري مدة طويلة. طيب، التجنيد الإجباري الآن مدة، اضطروا إلى تمديد مدة التجنيد الإلزامي في جيش العدو. ليه؟ لأنه الناس اللي خلصت خدمتها إذا بده يمشيها على البيوت سيزداد عنده نقص العديد. طيب، اللي احتياط اللي جابوهم من مدارسهم وجامعاتهم ومصانعهم وحقولهم وبيوتهم وعائلاتهم يرجعوا يمددوا مدة خدمة الاحتياط واستدعاء احتياط جدد، وما يتركه هذا اقتصاديا على الكيان ومجتمعه، وعائليا واجتماعيا بتشوفوا الصراخ قايم بهذا المجتمع عن المصائب في هذه العائلات، وعائلاتهم ليست كعائلاتنا. نحن عائلاتنا إذا الزوج غاب عن البيت الأم تتحمل مسؤولية تجاه أولادها تجاه بيتها الأهل، هن مش هيك. ولذلك لما بيحكوا هلأ عن نسب تعاطي المخدرات، نسب الطلاق، نسب التفكك الأسري، الانهيار الاجتماعي، هذا كله بسبب الحرب وبسبب الحاجة إلى العديد. طيب،
إذن الاستنزاف بالعديد، الاستنزاف بالإمكانات، الاستنزاف بالاقتصاد، هذا كله الحمد لله محقق. هذه الجبهة تؤتي ثمارها. نحن لسنا في معركة عشائرية حتى نقول بجبهة الشمال أدي قتل منا وأدي قتلنا منه، مش هاي الحسبة يا إخوان. هلا في ناس بيقعدوا بيحسبون هيك، مش هذه الحسبة. الحسبة أن هذه المعركة في الشمال ما هو حجم الألم والضغط والاستنزاف الذي تلحقه بهذا العدو بجيشه، بمجتمعه، باقتصاده، بقراره السياسي، وتدفعه للنقطة التي سيضطر فيها إلى وقف الحرب، وسيضطر إلى وقف الحرب، وإلا هو يمضي إلى الهاوية، إلى كما يقول كبار قادة من الصهاينة، يقولون أن نتنياهو يأخذنا إلى خراب الهيكل الثالث، إلى واد سحيق، إلى النهاية، يعجل علينا ويحقق عقدة 80 عاما، أن دولتنا وكياننا لا يبقى 80 عاما. الحسب هون، وإن كان هو يخفي أعداد قتلاه وجرحاه، يخفي. تشوفوا بالإعلام إذا بتراقبوا، مثلا أمس أو أول أمس بيقول 20 إصابة مثلا، 11 بغزة. طيب ال 11 بغزة، 9 وين؟ ما بيقول بالشمال. من كم يوم 30 إصابة، 13 بغزة. طيب ال 17 وين؟ ما بيقول بالشمال. طيب وين؟ ما هم في جبهة وهم في جبهة. نعم أحيانا يضطر، لأنه بيكون في أمر واضح وبين في كل الأحوال. إذن هذه الجبهة ماضية تحقق الهدف، والعدو من حيث المجموع إخواني وأخواتي كما يصرح في كل يوم، وإن كان أنا عم عيد هذا لأنه هني عم بيعيدوه كل يوم، أسوأ أيامه، أسوأ مرحلة في عمر هذا الكيان منذ 75 عاما، على كل صعيد، جيشه، عسكره، مجتمعه، اقتصاده، أمنه، معنوياته، وضعه النفسي، أزمة الثقة التي تتعمق. اليوم بدأت ترتفع الأصوات أكثر من الأسابيع الماضية بوجوب استقالة رئيس الأركان وكبار الجنرالات. ليه؟ لأنه بلش يطلع بعض التحقيقات بفضيحة 27 والخلل الهائل في القيادة والإجراءات وتحمل المسؤولية، وبدو يبلشوا يتقاذفوا المسؤولية. يعني هذا بلش يطلع، هاي التحقيقات بلشت تبين، الحقائق بلشت تظهر. مثلا من جملة ما ذكر لما اتهموا فصائل المقاومة الفلسطينية أنها دخلت وقتلت، وهلا بلشوا يعترفوا أنه لا، أن الجيش فعل ما يسمونه بعقيدة هنيبعل. والقاضية بشو؟ أنه لما بيوقع رهائن أو أسرى بين يدي مجموعة من المقاتلين اقتلوهم جميعا. ولذلك أغلب المدنيين الصهاينة الذين قتلوا في غلاف غزة قتلهم الجيش الإسرائيلي. عم أقول أغلب من باب الاحتياط، وإلا يبدو أن كل من قتل من المدنيين قتل برصاص الجيش الإسرائيلي. هم اعترفوا قبل كم يوم أن قيادة الجيش أصدرت قرارا بتدمير كل الآليات والسيارات التي تدخل إلى قطاع غزة وفيها أسرى صهاينة، تفعيلا لهذه العقيدة. في كل الأحوال، المأزق العسكري، المأزق السياسي، حتى الائتلاف الحكومي تبع نتنياهو اليوم في أسوأ حال، وصرنا مضطرين نحفظ هاي الأسامي القبيحة، يعني فلان علقان بفلان، وفلان بيشتم فلان، وفلان بيخون فلان، وفلان بيهدد فلان، بقلب الائتلاف يعني. ويبدو أن هذا الائتلاف عمره بات قصيرا بحسب الكثير من التوقعات الإسرائيلية. هذا الكيان اليوم نتنياهو هو الذي يعاند، هو وبن غفير وسموتريتش، لأن هذا مستقبلهم الشخصي. ونحن هنا أمام نموذج جديد من القادة النرجسيين، الأنانيين، الشخصيين، الشخصانيين، المستعدين لأن يضحوا بالمشروع الصهيوني وبالكيان الإسرائيلي وبمجتمعهم وجيشهم من أجل بقائهم هم في السلطة. هذا نموذج الآن يقدم. بكل الأحوال في الشهر العاشر كما تعرفون جميعا
أن الفشل هو عنوان هذه المعركة. الفشل هو عنوان هذه المعركة. أي من الأهداف لم يتحقق، رفح أحكي عنها شوي، بنقل منها للوضع اللبناني مباشرة، لكن في كل ما يجري الآن في غزة هو يعترف بعنوان الفشل. ما في لا نصر مطلق ولا نصر مؤقت ولا شيء، في فشل حي. ليه؟ لأنه هو حدد هو الأهداف الثلاثة: عودة الأسرى، مسح والقضاء على حماس، وتحويل القطاع إلى منطقة لا تشكل أي تهديد للكيان. هم قالوا هيك، هو ما اتحقق منه شيء في الشهر العاشر. عم نحكي مين؟ جيش إسرائيل، مئات الآلاف، أقوى من يدعي أنه أقوى جيش في المنطقة في مقابل قطاع غزة. هذا أفشل معركة يخوضها الجيش الإسرائيلي حتى الآن. طيب، الآن حكي بالمفاوضات، وبالمناسبة المفاوضات مع مين؟ مع اللي نقال من اليوم الأول أن هدف المعركة، وسموها السيوف مدري شو، هدف المعركة القضاء على حماس. الذي يفاوض الآن حماس، والعالم كله يتحدث مع حماس. نحن الآن ننتظر نتيجة المفاوضات. اليوم في مفاوضات بالدوحة بقطر. طيب، بالنسبة لنا بموضوع المفاوضات الجارية، العالم كله سلم بأنه إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب أن يقف إطلاق النار. يعني الدعوات إلى وقف إطلاق النار في كل العالم، ولا في بعضه نتنياهو بن كفير وهو اللي عم بيعانده، ولا كل العالم الآن يضغط بهذا الاتجاه ويعمل بهذا الاتجاه. بالنسبة لنا حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة. وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. لأنه كتير صار سؤالات هاي الأيام: ما هو رأي حزب الله بالمفاوضات وبالاتفاق وبالورقة المعدة وما شكل؟ ما تسألوناش لا عن هاي الورقة ولا اللي قبلها، ولا إذا صار عليها تعديلات ولا إضافات ولا أي شيء. خط عريض ومحسوم: ما ترضى به حماس نرضى به جميعا. ليه؟ لأنه هي عم تنسق مع الفصائل الفلسطينية. بالمناسبة نحن ما طالبين ينسقوا معنا. ليه؟ لأنه المعركة بالدرجة الأولى معركتهم. الذي يحمل العبء الأكبر في هذه المعركة هو قطاع غزة وأهل غزة ومقاومة غزة والضفة الغربية. كل الباقين الذين يحملون الأعباء مهما كانت كبيرة، لكن لا ترقى إلى العبء العظيم الذي يحمله قطاع غزة. وبالتالي هم أدرى بأوضاعهم، بأحوالهم، بإمكاناتهم، بقدواتهم، بالآفاق المفتوحة أمامهم. نعم، كتر خيرهم الجماعة بيحطونا بالأجواء، وأحيانا يحبون أن يسمعوا رأينا، وإن كان أنا بلكم كل صراحة في كل الجلسات أنا كنت أقول لهم: اللي أنتوا بتلاقوا مناسب، اللي أنتوا بتشخصوا، نحن معاكم. حتى إذا عنا رأي ما عم نقول لهم رأينا، وإن بيقولوا لا قولونا بنقول لهم لا ما بدنا، أنتوا خذوا راحتكم. لأنه نخشى إذا قلنا رأيا ما أن يفسر أن جبهتنا تعبت أو ملت. لا لا لا، نحن لن نتعب ولن نمل، ونحن معكم لآخر الخط. إذن بالمفاوضات هذا أمر بالنسبة لنا واضح. وطبعا بالمناسبة يجب أن نسجل للمقاومة الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية، كما نسجل ويشهد العالم كله للمقاتلين الفلسطينيين في غزة وفي الضفة، يشهد لهم بالشجاعة والبطولة والعزم والإرادة، ويقدمون مشاهد مذهلة على هذا الصعيد، كما يشهد العالم لأهل غزة، لرجالها ونسائها وأطفالها، بهذا الصمود، هذا الشموخ المذهل. أيضا يجب أن نسجل لقيادة المقاومة الفلسطينية هذه الإرادة، هذه الصلابة، هذا العزم، هذا التمسك بالحقوق والأصول والأهداف من خلال المفاوضات. ونحن نستطيع أن نعرف وأن نقدر جميعا حجم الضغوط
السياسية والدبلوماسية التي يتعاضون لها من كثير من دول العالم، وأحيانا من العدو وأحيانا من الصديق. ولكن قيادة المقاومة وبالتحديد قيادة حماس التي تفاوض بأعصاب هادئة وقوية وثابتة وواسخة، ولا يهزها كل هذه المظاهر المؤلمة التي نشاهدها في غزة، وخصوصا أنه من يفاوض تتعرض عائلته للكثير من القتل والمجازر، كما هو حال الأخ العزيز الأستاذ أبو العبد إسماعيل هنية حفظه الله، رئيس المكتب السياسي لحماس. إذن من هذه الجهة الحمد لله هذه الجبهة، هذه القضية اليوم سياسيا في أيدي أمينة وشجاعة وواعية وحكيمة وثابتة وواسخة، والميدان في يد مقاومة قوية وصلبة، وتستند إلى بيئة لا مثيل لها في مشاهد الصبر والتحمل والثبات. الآن ننتظر لنشوف نتيجة هذه المفاوضات إلى أين ستصل. طبعا آخر عنوان كان عم يحكوا فيه هو عنوان رفح اللي بده يدخل منه لجنوب لبنان، أنه نتنياهو شو قال لما كل العالم كان عم بيطالبوا بوقف إطلاق النار، وطلع قرار مجلس الأمن أنه لا، من يريدنا أن نوقف العملية على رفح ويريدنا يريد الحق الهزيمة بنا. يعني ضمنا هو يعترف أن كل ما حصل قبل الهجوم على رفح وليس نصرا، وبالتالي إذا وقف العملية على رفح يعني هو مهزوم، هو مش منتبه لحاله شو عم يحكي، ما هو بس واحد تنهار أعصابه بيبلش يخبص، يعني بلش يحكي حكي مش فهمان حاله شو عم يحكي، ببلش يقوى على نفسه من حيث لا يشعر. وإصرار نتنياهو على عملية رفح هو إقرار ضمني بالهزيمة وعدم النصر. طيب راحوا على رفح، شوفوا هذا الجيش من هم بدي أحكي عن جنوب لبنان الذي يهددنا الآن باجتياح جنوب الليطاني، بعضهم مش كله، يعني رسميا بعد أنا ما سمعت شيء من الجيش، بس هول يعني المجانين اللي حواليه المساطيل، يعني بن غفير وسوماتويتش وفلان وعلتان، طلعنا أخي ومدي وزير الخارجية الإسرائيلي يعني كل شوي بيهدد باحتلال جنوب الليطاني. طيب خلينا نشوف شو عم بيصير برفح بكلمتين. أنا طلبت بعض المعلومات من الإخوان، مساحة محافظة رفح كلها بقلب بعضها، يعني عمرانها وفلواتها وصولا للحدود مع مصر كلها 64 كيلومتر مربع. مدينة رفح الذي ما زال القتال جاريا فيها، المدينة مساحتها التقريبية 27 كيلومتر مربع، طبعا أغلبها منازل طاب أرضي طاب أين، ما فيها إنه مدينة بمعنى كلها بنايات كبيرة وضخمة ومشاكل. طيب في هذه المساحة الضيقة عدة فرق وألوية إسرائيلية بينها ألوية نخبة، سلاح الجو متمركز على رفح، القتال قديش صار له؟ كان عم بيقولوا بدهم أسبوعين لثلاث أسابيع، هن أعلنوا رسميا قالوا أنه بدنا ثلاث أسابيع، أسبوعين ثلاثة بنخلص رفح، وبيطلع نتنياهو وبيعمل مؤتمر صحفي وبيعلن النصر المطلق، وقدروا أنه ما هو موجود في رفح بتعبيره هو أربع كتائب لحماس. طيب عدد من الألوية وبعضها ألوية نخبة، وكل لواء يعني في عدد من الكتائب، وبإسناد مدفعي وصاروخي إسرائيلي وبإسناد جوي سلاح الجو مسيرات، وفي منطقة ضيقة جدا، ما نحكي عن غزة نحكي عن رفح 27 كيلومتر مربع. أدي صار له لهلأ شهرين وأربعة أيام، ومع ذلك بيقولوا بعد بدنا ثلاث أربع أسابيع، يعني حياخد ثلاث أشهر أربعة أشهر وبعد ما خلص رفح، ومش معلوم يخلص رفح. هذا الجيش الآن يهدد بشو؟ يهدد باجتياح جنوب الليطاني. لا حكي عن هاي النقطة.
في كل الأحوال هنا أود أن أتوقف أيضا عند أهمية انتصار وصمود المقاومة في غزة. أديها ده في مصلحة وطنية للبنان وللبنانيين. هلا لما بعض اللبنانيين عم يسألوا المكاسب اللبنانية، أحد أهم المكاسب اللبنانية، ليش قلنا بالأيام الأولى لا يجوز أن نسمح بأن تهزم المقاومة في غزة؟ لأنه لو حقق الإسرائيلي انتصارا واضحا سريعا حاسما في غزة، مين بعد بده يهديه؟ بالتعبير العامي سوف يأتي إلى لبنان وإلى غير لبنان، وسيفرض شروطه على كل دول وشعوب المنطقة، وسندخل في عصر جديد مختلف عن عصر الانتصارات تبع 40 سنة ماضية. وأول من سيكون في دائرة التهديد هو لبنان، بينما هلأ مأدب. ما جرى في غزة أدب الجيش الإسرائيلي، أدبه جدا وأدب القادة الإسرائيليين. بدكن الدليل؟ الدليل شوفوا المسؤولين الإسرائيليين شو بيحكوا مع بعض لما بيطلع بن غفير وسموتريتش وفلان وعلتان وجالنت وملنت ومدري مين، ببلش يهدد لبنان، بيطلعوا له التانيين مش نحنا، انه حبيبي انت شو عم تهدد؟ باي جيش بدك تقاتل؟ لك انت بغزة ده بعد ما خلصت، هلا شو صار عنا؟ مثل جديد، انت برفح 27 كيلو المحاصرة صار لك شهرين وعم تقول بعد بدك 3-4 أسابيع ومش معلوم. انت بدك تجتاح جنوب الليطاني؟ بدك تجتاح لبنان؟ بدك تعمل حرب مع لبنان؟ هاي المكاسب الوطنية. الحرب في غزة عندما مكنت جبهات الإسناد مع المقاومة في غزة من مساعدتها أن تصمد وأن تثبت وأن تنتصر، هذا سيحمي كل الأوطان وكل الجبهات وليس فقط غزة، وأول لبنان وأول لبنان. وأيضا من الأدلة، هون فتنا على البحث اللبناني، من الأدلة هو نزول سقف الأهداف الإسرائيلية تجاه لبنان. في ذكرى حرب تموز 2006، بتتذكروا شو كان يحكي الهدف؟ الهدف سحق المقاومة في لبنان، سحق حزب الله في لبنان، تدمير حزب الله في لبنان، القضاء على حزب الله في لبنان. طيب صرنا 9 أشهر 10 أشهر نعمل عمليات، نضرب المواقع ونضرب حتى داخل المستعمرات الجنود الذين هربوا إلى البيوت في داخل المستعمرات. هن مش بس راحوا على الفلوات، هن أيضا راحوا على بيوت المستعمرات، ولذلك بعض المستعمرات طلبوا أن العسكر يفلوا لأنه عم تنهد بيوتهم. وعم نروح على العمق والجولان والشمال والمنطقة كلها مهددة. طيب وما زالت المعركة في هذه الحدود.